هو فواحد الفطيرة بالجبن. إيه واخا تفضلي. غنعطيك في نفس الوقت الطريقة والمقادير. واخا. كنعجنو كاس ونص ديال الطحين. مع معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز. خمارة وحدة. معلقة كبيرة ديال سنيدة. شوية الملح. ربع كاس ديال الزيت. واحد يوغور طبيعي. كنعجنوا هاد المقادير كامله بالماء دافي. واخا الا سمحتي سميه غادي نعاودوا المقادير ديال فطيره الجبن، غادي نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا لك. الفطيره بالجبن تفضلي سميه. الله بسم الله. كنعجنوا كاس ونص ديال الطحين مع معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، خماره وحده، معلقه كبيره سنيده، شويه الملح، ربع كاس ديال الزيت، كاس يوغور طبيعي. كنعجنوا هاد المقادير كاملين بالماء دافي حتى كيتجمع لينا الخليط، كيكون رطب. كندلكوه مزيان، خاصها تكون مدلوكه مزيان، نخليوها ترتاح واحد 10 دقائق. من بعد كناخذوا واحد الطاوه كنرشوا فيها شويه الدقيق، ولا كنديروا بابي في الفريزي كنقرصوا فوق منه. كنقرصوها بحال كنقرصوا شي خبزه، تكرص مزيان. كنثقبوها بالفرشات باش ما تنفخش. كندهنوها باي جبن بغينا، عندنا الاختيار على حسب الميزانيه ديال كل واحد. كندهنوها مزيان وكنحكو فوق منها الفروماج. في اي فروماج كنستعملوه في بيتزا ولا وكندخلوها الطيب. ملي كطيب وكتحمر كنخرجوها كندهنوها بالعسل وكنقدموها بالصحه والراحه. هكاك يعني كدهن بفرماج كريمي العادي وعاد كنحكوا عليها الفرماج سواء الاحمر ولا الموتزاريلا ولا شيدر، عاد ديك الساعه ملي كطيب ديروا شويه ديال العسل. العسل من الفوق.